كوثر ماما قريت درس دب دب منيرة منيرة كوثر ركزي لي على كلمة دب شلون أقراها ويا الشدة دب الابن كررها مرتين ليش أكررها مرتين لأن شنو عليها شدة وشلون أقراها دب دب بو دب بو دب بو يلا كملي لي الدرس دب دب بو دب بو زين كوثر ليش حطيت هاي الشده فوق الحرف؟ شنو استفادنا؟ بدل ما نكتبها مرتين نكتبها مره واحده. نعم اذا ما كانت الشده معناها الحرف يكرر مرتين. ايه. واخرنا الحرف مرتين حذفنا واحد حطينا مكانه شده. زين الكسره وين اخليها؟ جوا الحرف. مريم علاء ليش ما تقعدين؟ دبو مريم مين صنعته من ورق؟ لو من شنو؟ من ورق. عافية. كوثر قريلي محفوظة يا بطل يا بطل اصبح بالشفق السمكة اتت الشبكة ميلي عنها تنجي منها وعلى الجفوف وفوفوف كوثر من ابدي بالطعام اريد اكل اتغدى او اتناول العشاء او الفطور شنو اقول بسم الله الرحمن الرحيم وقبل لا اقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل لا اجلس على المائدة شو اسوي اغسل ايدي ورد ومن اخلص من الطعام شو اقول الحمد لله رب العالمين احلى ورد ملكة ملكة كوثر